ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هقول لكم على اسرار البسبوسه وازاي بتطلع معايا ماسكه نفسها وفي نفس الوقت طريه وحلوه جدا زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، او قبل ما ابدا بقى في اي حاجه، اللي اول مره بقى يشوف القناه كده ولسه جديد عندي يخش كده يكتب لي كومنت علشان طبعا ارحب بيه وانتم طبعا اخواتي وربنا يخليكم ليا. النهارده بقى هنعمل البسبوسه بطريقه سهله ومختلفه. بصوا بقى، بصوا ماسكه نفسها ازاي وفي نفس الوقت طريه وطعمها حلو جدا. وهقول لكم بقى النوع اللي انا بستخدمه، او اي نوع يعني مش شرط نوع معين، بس هقول لكم بس ايه التكات اللي انا بعملها. اول حاجه كده هنقول بسم الله. زي ما انتم شايفين بقى هعمل الشربات او السيرب بتاع البسبوسه. معايا كده كوبايه من السكر، انا هضيف كوبايه واحده بس لان السكر دوت بص هو غامق شويه فبيسكر على طول، فمش هضيف سكر كتير، هيبقى كوبايه واحده بس. لو السكر عندكم ما بيسكرش يعني بيسكر بسرعه، يبقى هي كوبايه واحده على كوبايتين ميه. لو السكر ابيض قوي الناعم قوي ده تحطي منه كوبايه ونص سكر، تمام كده. لو بقى بتحبها مسكره قوي زياده عن اللازم يبقى حط كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين ميه. انا بستخدم اي نوع بسبوسه، بس اكتر نوع بستخدمه هو الكيس الاصفر دوت اللي هو اسمه ميس كريمه. ده انا على طول بستخدمه، لو ما لقيتوش بجيب اي كيس وبعمل البسبوسه كلها معامله واحده. بس بصوا يا بنات، انا جبت مره اللي هي السايبه دي ما طلعتش حلوه خالص خالص، يعني في ناس بتستعمل اللي هي السايبه، انا بصراحه جبتها ما طلعتش حلوه خالص. دي بتاعها كده كان خشن وما كانش حلو، اللي هو دي اسمين فما كانش حلو. لكن بستعمل بقى الكيس ديت على طول، بستعمل كيس اللي هو ميس كريمه. وزي ما انتم شايفين كده انا هعمله النهارده في نفس الصينيه، مش هنبهدل بقى الدنيا كده في اطباق ولا حاجه. انا ضفت كده كيس البسبوسه في الصينيه وعليه كيس بيكنج باودر. هتقولي يا بسمه كيس البيكنج باودر كتير؟ هقول لك لا مش كتير خالص. انا بعمله على طول كده وطلع معايا بصوا بيطلع بنتيجه هايله جدا زي ما انتم ما بتشوفوا في الفيديو. هقلبه كده مع بعضه زي ما انتم شايفين. يا سلام بقى لو عندك حته كده ايه سمنه بلدي حط معلقتين، ما عندكيش ضيف اي نوع سمنه ما فيش مشكله خالص. انا ضفت بقى معلقتين سمنه كده دوبتهم في الميكروويف وضفتهم زي ما انتم شايفين كده، تمام. امشوا بقى معايا في الخطوات، الخطوات سهله ما فيش اسهل منها. لو انتم طبعا عارفين حد بيبيع دي سميد اللي هو سايب بس يكون نوع نضيف يبقى تمام، او ما تعرفيش يبقى ما تخاطريش وتجيبي، والحاجه غليت دلوقتي ونبوظ ايه الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها البسبوسه تبوظ بقى معانا كده، والمقادير خساره تبوظ معانا وكل حاجه نلاقيها باظت. فبلاش، هات الكيس زي ما انا بجيبه كده اهو وابدأي استخدميه. انا بقى ضفت كيس البسبوسه وضفت عليه البيكنج باودر، ضفت عليه معلقتين السمنه وضفت عليه علبه الزبادي. انا اي كيس بسبوسه بتعامل معاه بنفس الطريقه دي، ما بمشيش على خطوات، انا الخطوات بتاعتي ثابته هي دي، بتطلع معايا بطريقه ناجحه. في ناس بتجيب كيس البسبوسه وتمشي على المقادير اللي على الكيس من ورا، انا بصراحه مش بعمل ده. اي كيس بسبوسه انا بجيبه بمشي على نفس الخطوات دي، هي دي بقى الاسرار بتاعت البسبوسه بتاعتي وبتاعت نجاح البسبوسه. انا بصراحه دي التكات بتاعتي اللي هو معلقتين سمنه، كيس بيكنج باودر. في ناس ما بتحطش كيس، انا بحط الكيس ما بيحصلش اي حاجه خالص وبيطلع الارتفاع بتاعها مظبوط جدا، وبحط مع كوبايه الزبادي. طيب هي دلوقتي انا طبعا زي ما انتم شايفين كده ما بتدعك ما يعني ما بتعجنهاش، بتقرطيه في صوابعك كده وبتقعدي ايه تقلبي فيها كده بس. بعد كده بقى ضفت شويه ميه زي ما انتم شايفين، مش لبن ولا اي حاجه، حطيت في الكوبايه بتاعت الزبادي شويه ميه يعني نفس مقدار الزبادي. ليه هتقولي لي ليه ما ضفتيش بس ما كوبايه زبادي تانية؟ لا ما بضيفش كوبايه زبادي تانية، هي زبادية واحده وبحط بقى بقيتها ميه يعني. بس بتطلع معايا طريه جدا. بصوا بقى علشان البسبوسه تبقى طريه معاكم وما تنشفش منكم لازم تبقى طريه قوي كده. بصوا عامله ازاي معايا، شايفين السمك بتاعها عامل ازاي يعني القوام بتاعها. بصوا يا بنات القوام بتاعها طري جدا، ودي طريقتي في البسبوسه ما بعملش اي تكات تاني فيها. وبتطلع معايا هايله هايله هايله. ويعني بصوا عايزه اقول لكم عندي جوزي عيلتهم كلها عارفين ان انا اكتر حاجه بعملها حلوه قوي قوي وبتطلع ناجحه معايا في الحلويات هي البسبوسه. انا على طول بعملها بصراحه هي والكيكه على طول يعني ما بتتقطعش من البيت عندي لاني ولادي بيحبوها، فيعتبر دي ارخص حاجه دلوقتي في الحلويات اللي بنجيبها من بره او عامه اي حلويات بنعملها. انا خلاص دخلتها الفرن وده شكلها بعد ما خرجت، وخلاص بقى الشربات خد غلوه واحده وطفيت عليه. وبعد كده بقى بسقي كده. بصوا بقى علشان تعرفي البسبوسه نجحت معاكي ولا لا، هتلاقيها بتشرب معاكي الشربات بسرعه جدا. ادام شربت الشربات بسرعه قوي كده او السيرب بتاعها شربته بسرعه قوي كده، اعرفي ان البسبوسه دي ناجحه معاكي،
تمام كده. بصوا بقى شكلها ولونها تحفة جدا. انا بشغل عندي الفرن فوق وتحت، ولو مشغلة الفرن بتاع البوتاجاز، يعني ده بالنسبة للفرن الكهربائي، لو فرن البوتاجاز بشغل تحت بس وبيسويها وبيخليها زي الفرن. انا مسويها فرن البوتاجاز المرة دي. بصوا شكلها عامل ازاي يا بنات، شكلها حلو جدا. انا بقى هسيبها لما تبرد خالص علشان البسبوسة تطلع معاكي يعني كل خرطة كده زي التانية، يعني ما تتفتفتش معاكي ولا طبعا تتبهدل معاكي. سيبيها تبرد خالص خالص، وبعد ما تبرد قطعيها. بصوا بقى، في ناس تقول لك ايه، خلي الشربات بارد والبسبوسه سخنه. انا بعلق على الشربات الاول ياخد غلوه وبطفي عليه، بعد كده بقى ايه، اول ما بعلق عليه بشتغل في البسبوسه واروح حطها في الفرن واطفي على الشربات، بيفضل بقى سخن شويه او دافي شويه على ما البسبوسه تخرج، ما بيجراش اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، طريه جدا وحلوه قوي قوي قوي. ودي خطواتي اللي انا بعملها في البسبوسه وبتطلع هايله. جربيها بقى بالطريقه دي، رمضان جاي بقى، كل سنه وانتم طيبين، فطبعا رمضان بيحب الحلويات، فانت جربيها كده واعمليها لاولادك بجد، يعني هيبصوا وهيبقوا طايرين بيها، لان الولاد الصغيرين بيحبوا البسبوسه جدا، والحاجات دي افيد من الحلويات اللي بنجيبها من الشارع، سواء بقى كيكات او الحاجات اللي الاطفال بتحبها دي. فحاولي بقى اعمل لهم حاجات كده في البيت، علشان حاجه البيت بتبقى نظيفه وانت عاملاها وعلى ضمانتك، وبتبقى حاجه حلوه جدا. فبلاش بقى الحاجات اللي من بره، لان هي دلوقتي بقت مضره والحاجات بقى يغشوها، فما بقتش حلوه خالص. بصوا بقى البسبوسه خارجه معايا ازاي، القطعه بقطعتها. في ناس بقى بتدهن بسبوس الصينيه سمنه، انا ما بعملش كده خالص. انتوا شفتوني يا بنات انا عملتها ازاي، هي دي طريقتي في البسبوسه، ولا اكتر ولا اقل، سهلة جدا. وبصوا يعني اي واحدة ما بتعرفش تعملها هتقدر تعملها. شيروا بقى الفيديو دوت علشان البنات الامارات العرسان والعرايس اللي هم بيفكروا بقى يتجوزوا كده، يخشوا كده بقى ويشوفوا الفيديو وهيلاقوا البسبوسة بطريقة سهلة، يقدروا طبعا لما يتجوزوا يعملوها. واي عروسة جديد تقدر تعملها طبعا بقى كده، وتفرح جوزها وتقول له بص بقى انا عملت لك حاجة حلوة النهاردة. البسبوسه سهله وما فيش اسهل من كده. بصوا يا بنات، بصوا مستويه من تحت ومن فوق، بجد هايله جدا. بصوا عامله ازاي، بصراحه تحفه. ايه رايكم بقى؟ بصوا ماسكه نفسها وحلوه قوي اهو. هتعمليها بجد بنفس الطريقه دي، هتشرفك قدام اي حد. اعمليها بقى وجربيها، وهستنى طبعا رايكم في التعليقات، لان رايكم بيهمني. واللي عايز يسال على اي حاجه طبعا عينيا ليه، انتوا اخواتي طبعا، ربنا يخليكم ليا. يلا كده بقى الفيديو يكون خلص، باي باي.